قول. ويمكن امبارح واحنا بنتابع ده ان ممكن تكون القوى الثوريه ليها وجهه نظر، لكن يكون لها اهداف سياسيه، لكن الشارع عموم الشعب المصري ممكن يكون شايف الموضوع ده بشكل تاني خالص. مرحب بقانون التظاهر، مؤيد لقانون التظاهر. كان في كلام انه لا والله لو الحكومه يعني رجعت في كلامها ولو لثانيه واحده احنا اللي هنطلب اسقاطها، احنا ملناش دعوه الشباب عايزين ايه ولا المظاهرات دي، احنا زهقنا من المظاهرات. يعني في وجهات نظر كتيرة، لكن الشارع المصري، ويمكن احنا عملنا عدد من اللقاءات كده علشان نشوف الناس شايفين قانون التظاهر ازاي، عايزين قانون التظاهر ولا لا. جاهز هو معانا ان شاء الله، بس ناخد الاول جزء من المؤتمر الصحفي لدكتور حازم الببلاوي اللي اعلن من خلاله تمسكه بقانون التظاهر، وقال انه هيتم ملاحظه النقص في قانون التظاهر بعد تجربته، وان في كتير من القوانين بيتم تعديلها بعد ما تتطبق. وقال رئيس الوزراء وعبر عن اسفه للي حصل امبارح قدام مجلس الشورى، واعتبر ان اللي حصل ده محاولات لافساد القانون. وقال ان مجلس الوزراء ناقش الموضوع ده واصر على ضروره احترام القوانين اللي بتصدر، والا هيكون ده بمثابه تحدي للسلطه. واتكلم كمان دكتور الببلاوي عن الموقف المصري من تركيا وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي ما بين البلدين، وقال ان الرئيس الامريكي باراك اوباما لو قال اللي قاله لو تدخل في الشان المصري هناخد نفس الإجراء اللي قمنا باتخاذه مع تركيا. لكن نرجع بقى لقانون التظاهر، لأن بعد ما دكتور حازم البلاوي قال الكلام ده، دكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي خد الكلمة من دكتور الببلاوي، وقال إن القانون الفرنسي أكثر تقييدا من القانون المصري، وإن تنظيم التظاهر ما هوش تنظيم أو تقييد للحريات، وإن البلد حاليا في حرب حقيقية ضد إرهاب جماعة الإخوان وضد الجماعات التكفيرية. ده اللي هنحاول نتابعه مع حضراتكم كده جزء من المؤتمر الصحفي وحديث دكتور الببلاوي. قانون العقوبات بيجرم كثير من جرائم التظاهر إذا كان يخرج عن حدوده أو قواعد الإرهاب. ده ما يمنعش أن كل دول العالم عندها قانون للعقوبات فيه جرائم مجرمة، لكن أيضا عندها قانون للتنظيم. الذي يجب أن يفهم أن هذا القانون ليس للعقوبات عن المظاهرات، هو قانون لضمان حق التظاهر علشان يوفر لمن يريد أن يتظاهر الأمن والاستقرار، ويضمن أنه رسالته تصل ولا يتعرض لأي مخاطر. هذا القانون ليس قانون للعقاب على من يخالف النصوص، هو قانون لتنظيم هذا الحق. نقطة البداية أن حق التظاهر هو أحد حقوق الإنسان، زيه زي حق التعبير، زيه أي حق الرأي، والدولة تريد أن تنظمه. في هذا الإطار أقول اللي بيخرج عن هذا بما يعرض مصالح البلد وأمنها للخطر، إيه العقوبات اللي هتحصل؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس صحيحا أنه ما كانش عندنا قانون للتظاهر. لا، عندنا قانون للتظاهر أظن صدر سنة 13 ثم عدل سنة 23 وعدل مرة أخرى سنة 29.